هذه أرض فلك التي هي نحلة للزهراء، هدية من السماء للزهراء، إلك هذه إلك خلص. هو الرسول صلى الله عليه وآله قال أنا مأمور لما نزلت وآتي ذا القربى حقه، قال هذا أمر من الله بأن نسلم فدك للزهراء، خلاص هذه إلك روحي أنت تمتعي فيها لك ولذريتك. الناس يغفلون ما يعرفون أرض فدك ماذا صنعت بغلتها الزهراء، جعلت فيها وكيلا من قبلها أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقبض غلتها دخلها دخل الأرض، والدخل كان جدا عالي جدا عالي. الراوندي يروي في الخرائج والجرائح في المجلد الأول الصفحة 113 في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول جاء أهل فدك إلى النبي صلى الله عليه وآله فقاطعهم على 24,000 دينار في كل سنة. وأربعة وعشرين ألف دينار ترى مبلغ جدا خيالي يصير بالقوة الشرائية ليومنا هذا، مبلغ جدا خيالي، لأنه العشر دنانير كان يشترى بها شاة فقط، فأنت إذا تحسب بالقوة الشرائية تشوف المبلغ كان يصبح بالقوة الشرائية مبلغ خيالي الآن في زمان، احسبه وشوف. فأربعة وعشرين ألف دينار في كل سنة هذا دخل فدك، الوكيل كان يأتي بهذا الدخل للزهراء صلوات الله عليها، ماذا كانت تصنع به؟ اقرأوا التواريخ تعرفون، تذكروا التواريخ، كانت تأخذ كل هذا المال وتفرقه على الفقراء من بني هاشم وفقراء المهاجرين والأنصار حتى لا يبقى لها ولأهل بيتها قوت اليوم، قوت اليوم ما تبقي منه شيئا للآخرين. وهذا للعلم الذي يفسر سر مطالبة الزهراء عليه السلام بفدك. القضية ليست قضية دنيوية، الزهراء والعياذ بالله تركض وراء الدنيا، ليس الأمر هكذا، إنما فدك قبل كل شيء آخر رمز للشرعية. من يكون المتصرف في فدك لابد أن يكون أهل بيت النبوة العترة الطاهرة، فإذا كان هذا المتصرف أولئك فنحكم بأن الشرعية موجودة، إذا لم يكن هذا المتصرف هو هذا فإذا الشرعية مفقودة مسلوبة. والأموال التي كانت تأتي بها فدك كانت الزهراء صلوات الله عليها تفرقها على الفقراء، فقراء بني هاشم، فقراء المهاجرين والأنصار، هذا هو ديدن الزهراء وهذه عادة أهل البيت صلوات الله عليهم، لا يستبقون شيئا لأنفسهم،